مساء الخير. ضروري نحكي ونقول، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان خطفت فلسطين كل الأنظار بتأكيدها من جديد أن ما من بديل عن العدالة واحترام الحقوق، فلا الفضائيات تحل المشكلة ولا الاجتماعات الأمومية ولا الأنفاق الجنوني. هكذا استخدمت هذه كلها في لبنان كما في سوريا كما في فلسطين كما في أماكن أخرى من العالم، ولم تحقق في أي من هذه الدول أهدافها السياسية، إنما ألحقت دمارا هائلا بالشعوب، لا الأنظمة، لا القوة الغاشمة تفيد، ولا الاستبداد المطلق، ولا الاستقواء الدائم بالخارج، ولا الاستعلاء، إنما وحدة المعايير والعدالة واحترام الحقوق. فهل هذه المسلمات كثيرة أو صعبة أو مستفزة؟ والأهم الأهم، هل تؤدي فعلا إلى انتصار فريق على فريق أو تضمن انتصار البلد على كل الأفرقاء والمؤامرات ومشاريع التجويع؟ مع العلم أن صوت فلسطين الذي طغى في الأيام الأخيرة لم يكن الصوت الوحيد، إذ أكد الجانب السعودي خبر المباحثات السعودية الإيرانية تزامنا مع تقديم المفاوضات الأمريكية الإيرانية من دون أن يصدر أي نفي لكل ما أشيع عن مباحثات سورية سعودية مباشرة، ما يؤكد أن الحروب التي دفعنا ثمنها الباهظ قد بلغت خواتيمها. وهنا يفترض بكل مواطن أن يعلم أن هناك من بادر إلى إقحامنا في حروب غيرنا حين حول احتفالياته الحزبية في البيال وغيرها إلى منصة للمعارضين السوريين، ونقل اجتماعات الأمانة العامة إلى ملاجئ التكفيريين، وهو يصر على الانكفاء اليوم وعدم تشكيل حكومة ليدفع اللبناني فاتورة الحرب والسلم. هناك من يريدنا أن نخسر إذا اختلف الأفرقاء الأساسيون في المنطقة، وأن نخسر أيضا إذا اتفقوا. المعركة هي مع هذه السياسات الاستراتيجية الخاطئة، المعركة هي مع هذه الأولويات التي لا تأخذ مصلحة الوطن والمواطن أبدا بالاعتبار. ومع كل ذلك، ظروف البلد اليوم سوداوية جدا وصعبة، وسنبحث مع ضيفنا الليلة بصفته المستشار الأول لرئيس حكومة تصنيف الأعمال حسان دياب في كل مخاوف المواطنين وهواجسهم والمصاعب اليومية التي تواجههم. لكن مع ذلك، نحن لسنا ممن يستسلمون للصعاب أو يهللون للانهيار، لا أبدا. نحن ممن يواصلون البحث عن الأمل، نحن ممن يؤمنون بقدرتهم على صناعة مستقبلهم بأنفسهم، بدل القبول بأن يقرر الآخرون عنا أي مستقبل ينتظرنا. ومن هذا الموقع نقول أن ثقتنا بقدرة بلدنا على النهوض كانت وستبقى كبيرة جدا في وقت أكدت فيه الخارجية الروسية لكل من يعنيهم الأمر أن الاستقرار الأمني في لبنان خط أحمر لن تقبل موسكو المس به، فيما استعادت واشنطن كما باريس تواصلهما الدوري المباشر بالسلطات الرسمية اللبنانية بعد محاولتهما الفاشلة القفز فوقهم نحو بدلاء تأكدت العاصمتان من عدم جهوزيتهم. مع العلم أن الروسي يتحدث باستفاضة عن وظيفة اقتصادية للبنان، حيث لا يمكن التفكير بنهوض من الانهيار عبر المزيد من الديون فقط. هذا أساس المهمة التي كان يفترض بالرئيس المكلف تشكيل حكومة مهمة أن يحدده، لكن البحث مع الفرنسي لم يتقدم في هذه النقطة، بعكس الروسي الذي يحاول أن يبلور مع المعنيين دورا اقتصاديا يسمح للبلد بالنهوض. ضيفنا الليلة بالاستوديو مستشار الأول لرئيس حكومة تصريف الأعمال خضر طالب، تنحكي عن رفع الدعم، البطاقة التموينية والملف الحكومي. بيتخلل الحلقة أيضا مداخلات مع كل من الخبير الاقتصادي وليد بوسليمان، ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي بوشقرة، ورئيس النقابة اللبنانية للدواجن موسى فريشي. مساء الخير لكم مشاهدينا الكرام. حلقتنا الليلة رح يكون فيها كثير من المواضيع التي تهم المواطن أولاً
وأخيراً بيسعدني أن نرحب بضيفنا بالاستوديو المستشار الأول لرئيس حكومة تصريف الأعمال خضر طالب. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. عزيز اليوم بالاستوديو، خصوصاً أنه يعني يمكن المرة الأولى اللي ضروري صحيح. نحكي تستضيفك على هذا المنبر. صحيح. أهلا وسهلا فيك. قبل ما نغوص بالأسئلة مع ضيفنا بدي بس هيك أتوقف مع الناحية الإنسانية على طول في ناحية إنسانية في هذا البرنامج، وخصوصا أنه نحن من خلال جامعة سطوح بيروت اللي عم نحاول مع الناس أنه نساعد قد ما فينا، علينا حق للعالم أنه نقول لهم وين راحوا مساعدتهم تبرعاتهم. كنا أطلقنا حملة لريتا الهبر ساعدتنا فيها طبعا وزارة الصحة، كان موجود الوزير هون نوجه له تحية والدكتور جوزيف الحلو، إنما الناس حطت إيدها كتير معنا بظرف نص ساعة تقريبا من خلال الحلقتين كنا مجمعين لريتا المبلغ. أنا بحب طمن كل الناس أنه ريتا عملت العملية بفضل أيديكم البيضاء، نجحت العملية وهي كتير منيحة وبتشكركم على كل شيء، ومنشوف سوا هالروبورتاج اللي هو تحية من المستشفى من أباريتا الهبر. يلي عنده إيمان ما بيخاف، بهالجملة كانت البنت الشجاعة عم تقوى قبل دقايق من دخولها غرفة العمليات. عنده إيمان قوي، شو ما بيخاف. الحماس والخوف والدموع ملوا عيونها، وسؤال وقلق ما فرقوها. معقول ضلني دوخ؟ ما بدي ضل دوخ. لا، ريتا رح ترجع قوية. عملية اليوم لريتا، زرعنا للجهاز بطارية من إلى الـ VNS. هالبطارية بتنزرع تحت الجلد وبتبقى موصولة على العصب اللي بيطلع على الدماغ. البطارية كتير بتساعدها إنه ما تعود تعمل نوبات أبدا، أو إذا عملت نوبات بيجوا كتير خفيف من إلى VNS. طبعا هالبطارية كتير غالية، وبالأوضاع اللي مرقين فيها بلبنان المرضى عم بيلاقوا كتير صعوبة إنه يقدروا يدفعوا حق هالشيء. وهون أكيد الفضل لجمعية سطوح بيروت، جمعية إبسيلون اللي تعاونوا لجعلوا هالعملية ممكنة. بمساعدتكم وتبرعاتكم قدرت جمعية سطوح بيروت تأمن المبلغ المطلوب وتغطي كافة تكاليف المستشفى، وقدمت 5 ملايين ليرة كمساعدة إضافية لعائلة ريتا. مرة جديدة سطوح بيروت ردت الأمل لعائلة لبنانية. بوقوفكن حدا ومعكن رح نكمل. قبل ما أخذ تعليق استاذ خضر لأنه حسيته هيك يتمعن بالروبورتاج، أنا بحب لكم كمان الحملة الثانية للمساعدات الغذائية مكفية بدعمكم. قد ما بتساعدونا قد ما بنقدر نساعد. تقريبا صرنا مأمنين 200 حصة غذائية، قيمة الحصة 300 ألف، بتساعد عائلة مؤلفة من 6 أشخاص تقريبا لثلاث تجمع. أنا بتشكر كل الناس اللي عم تجي على المكتب، بتشكر فريق العمل، بتشكر كل الناس اللي وقفة حدنا لحتى تقلنا نحن سوا منكفي، وبلاكن منكفي بكتير طريق شاقة معكم، وخصوصا الاغتراب اللبناني وكل حدا هون عم بيشيل من جيبته من قشته من حصة ولاده يمكن بطريقة معينة. نحن منتشكركم، الله يكون معكم، والأيام المباركة هي الأيام اللي هلأ قاطعين فيها، إن شاء الله يا رب يضل ربنا مباركنا ونقطع هذا التونيل اللي كتير كبير وسوا دايما أقوى. تعليقك استاذ خضر. يعني هذا بيعطينا أمل أنه البلد
انه هيدا البلد بيقدر يرجع يقوم. لو ما في خير بالناس كنا انتهينا من زمان. بالفعل لبنان واللبنانيين قادرين دائما يتجاوزوا الصعوبات ويتآزروا ويتكاتفوا ويساعدوا بعضهم. بعد في عنا حدود دنيا، وأنا بعتقد هي أكثر من حدود الدنيا، من الأخلاق ومن التآزر الإنساني والوطني، حتى نقدر نتجاوز المحن اللي نحن عم نمرق فيها أو اللي ممكن بدنا نمرق فيها في مراحل لها. قوتنا هيدي، يمكن مصدر قوتنا بهالبلد أنه نحن نشبه هيدي الحملة يلي عملتوها لمؤازرة ومساعدة الطفل. يعني نحن كنا منقول كل مرة، بقول أنا من 8 سنين نحن عم نعمل التلاتون، كل ما بدي افتتح التلاتون عيد الميلاد بقول كنت بحب كون عم نجمع لشي بروجي له علاقة بتحفيز الشباب على البقاء ببلدهم، عشي أوبرا عم نعملها، عشي ما بعرف شو نتضامن مع الدولة. إنما للأسف هذه الظروف عم بتعكسنا، بس اللبناني حد خيو لبناني ونقل رد منقطع. الله رد إن شاء الله منقطع إن شاء الله. أنا اليوم بدي بلش ب 11 سؤال سريعين، في قسم منهم إيه لا، في قسم بتقدر تستطرد لبينما أرجع استطرد بتاني فقرة وبالتالت فقرة. فيني جاوب إيه ولا مع بعضهم؟ لا ما فيك تجاوب إيه لا أو إيه أو لا، بعرفك إنه دايما بتلتزم بالجواب الصحيح. يعني استاذي، في رفع للدعم من دون إقرار بطاقة تمويلية؟ لا لا. عظيم. في بطاقة تمويلية أو طار المشروع وتوقف البحث فيه؟ في بطاقة تمويلية من الحكومة. من الحكومة، الحكومة التصريف الأعمال. نعم. هلأ؟ نعم. عملتم اجتماعات البطاقة التمويلية من دون مصرف حاكم لبنان. طب مين اللي هو بيقول للآخر نفسهم معترض؟ الحاكم المصرف لبنان، حاكم مصرف لبنان أو رئيس حكومة التصريف الأعمال؟ الحكومة بتعمل واجباتها بهذا الموضوع، بتعمل خطة لبطاقة تمويلية وبتعمل خطة لحتى تساعد الناس في حال قرر مصرف لبنان يرفع الدعم. أوكي، بس عملتوا الاجتماع بلي الخطة عم تعمل الحكومة واجباتها. واجباتها طبعا. أوكي. الخطة مش معني فيها هو. بعدين بس تخلص تقنيا الحكومة ممكن تقعد معه لحاكم مصر لبنان. رفع ممكن تقعد معه. رفع الدعم قرار. مش ما في مشكلة. ليش وين المشكلة؟ رفع الدعم قرار يتخذه رياض سلامي منفردا أو هيدا قرار إداري عند مصرف لبنان أو قرار حكومي ونيابي؟ الرئيس حسان الدياب لن يتخذ أي قرار برفع الدعم عن أي سلعة غذائية أو أدوية أو استهلاكية. هذا خط أحمر. قبل أن تقرر البطاقة تمويلية، مش بس إقرارها وأيضا يكون في مفاعيلها. طيب يلي صار آخر 48 سنة بمحطات الوقود، من يقف وراءه؟ مافيات. مافيات شو؟ مافيات مين؟ شو يعني مافيات؟ البلد مفتوح اليوم على مجموعة تجار ومافيات عم يتحكموا بكل السلع. بكل أسف عم يستخدموا أو عم يستغلوا بعض التصريحات اللي غير مدروسة واللي فيها شوي عرض عضلات وبطولات وهمية حتى يخفوا سلع ويهربوا سلع ويعملوا أرباح طائلة. بكل أسف في البعض ما عنده أي إحساس، ما عنده أي ذرة من الإحساس بالمواطنة والمسؤولية الوطنية. طيب يعني في نقيب عم بأكد ليل نهار أنه ما في مشكلة، بنفس الوقت في تسريبات وفي مقدمات للأخبار عن الانهيار وعن أيام الحرب وعن التونيل اللي ماشيين فيه العالم وما في بنزين ولح نمشي بعد شوي على إجرينا. يعني هاي التسريبات معروفة المصدر والغاية أو مجهولة غير قصة المافيات الغوغائية؟ إذا كان يعني في أوركسترا عم تشتغل عم تشتغل لتوصل لهي المرحلة فلابد أن الوقت يجي يكشفها. وعلى كل حال أنا برأيي هذا المسألة يعني تستحق التحقيق، يعني ولا يعني يفترض بالجهات القضائية المعنية أنها تفتح تحقيق فيها. عظيم. كيف كانت أموال الدعم بتأدي بس لآخر 2020؟ فجأة صارت بتأدي لآخر رمضان، هلأ صارت ما في مهلة مفتوحة. يعني حسب ما فهمنا من حاكم مصرف لبنان أنه هو هبوط مستوى الودائع الناس من 150 مليار إلى أقل من 100 مليار، خفض الاحتياطي الإلزامي من 17 أو مليار فاصل كذا إلى 15 مليار. هيك هذا اللي فهمناه. يعني هيك هذا اللي فهمته، بس هل هي الحقيقة؟ نعم، معنا أرقام، يعني هالأرقام موجودة بمصرف لبنان فقط لا غير. عظيم. هلأ بنرجع لكيف فينا
نفتش على هذا الدور اللي بيلعبه، مين لازم يلعب هذا الدور ليعرف الأرقام. طيب أي دور يلعبه رئيس حكومة الحكومة تصريف الأعمال حسان دياب في ظل الأزمة الحالية باختصار؟ تصريف الأعمال بأعلى مستوى ممكن دون أن يخرق الدستور. طيب شو بتعمل كمان باختصار؟ شو بتعمل حكومة تصريف الأعمال وشو ما بتعمل؟ خليني أقول لك شيء، إذا يعني أنا عم حاول اختصر مثل ما طلبت مني. نعم هلأ لأنه بعد شوي بدنا نفسر. إنما الحكومة ككيان انتهى ككيان عند تقديم الاستقالة. بدستور الطائف بيقول تعتبر الحكومة مستقيلة فور تقديم استقالتها، والحكومة عمليا انتهت وخسرت الثقة المجلس النيابي في لحظة تقديم استقالتها، هي تنازلت عن هذه الثقة، وبالتالي العمل الحكومي كمؤسسة خلص دوره. الآن العمل الحكومي على المستوى الوزاري على مستوى رئاسة الحكومة قائم أكثر مما كان ربما بالمراحل اللي كانت الحكومة قائمة فيها كمؤسسة. يعني عم تقدر تقوم بكل القصص اللي لازم اللي فيها تقوم فيها ضمن إطار القوانين وال. مش بس لم تقصر، عم توصل الليل بالنهار. يعني اسألي الوزراء قديش عم يشتغلوا، اسألي برئاسة الحكومة قديش رئيس الحكومة عم يبذل الجهد. فهي المسألة مش لم تتوقف عجلة المؤسسات الرسمية بالبلد. أوكي سأغوص أكثر بالفقرة الثانية. من خبرتك السياسية قبل ما تكون مستشار لأول للرئيس حسان دياب، معقول المنطقة تروح على تفاهمات وحلول ولبنان يضل مثل ما هو؟ يعني نحن معقولة نخسر ونرجع ندفع ثمن هلأ بالسلم اللي ممكن يجي؟ نحن ما بنتعلم من الدروس الماضية. معقولة نخسر؟ ما بنتعلم من التاريخ. يعني انا عم بتقول لي انا بحكي قراءه لشخص اعلامي وعم اقول لك قبل ما تكون قراءتك اكيد مطلع وكل يوم على بكره عندك كل كل الريسيرش اللي بتعملها عن هذا الموضوع. انا رايي لم نتعلم من دروسنا بالتاريخ. هذا البلد دائما بيكون جائزه طردي بالتسويات بالمنطقه بكل اسف. يعني انت خيفان انه ندفع ثمن بالسلم؟ ندفع ثمن ربما نخشى ذلك. تخشى ذلك. ما كان الهدف من استقبال القطري للرئيس حسان دياب؟ يعني شو مش كان الهدف من زيارة مش شو هدف الرئيس حسان دياب بالزيارة؟ شو كان هدف القطري من استقباله للرئيس حسان دياب؟ ما عندي علم. سألي القطريين. ليه؟ عم بسألك لألك. لا ما بلح أسأل القطريين. ما بعرف شو مفكرين، لكن اللي بعرفه أنه هالزيارة أساسا كانت مقررة من السنة الماضية وتأخرت نتيجة كورونا والإقفال اللوكداون الكامل بالعالم، وبالعالم كله كانت الزيارات السياسية متوقفة تقريبا شبه متوقفة بكل العالم. لما صنحت الظروف سواء في لبنان أو في قطر حصلت هالزيارة، وكان رئيس الحكومة حسان دياب حامل ملفاته وجاهز للنقاش مع الأخوة القطريين بكل ما يفترض أن يبحثوا معهم. وهلأ إذا بدك كمان شو هي النقاط إذا بدي أحكي بنقطتين ثلاثة أساسية؟ بطاقة تمويلية بالدرجة الأولى والدعم المحروقات. طب ملف المحروقات. طب ما طلب منه شيء أي شيء بالمقابل أبدا؟ صفر. صفر نهائيا. نعم صفر. وهل كان في تجاوب؟ فيني أقول أنه كان عندهم رغبة وتجاوب وحماس. هل بيّن شيء من هذا التجاوب؟ ما زلنا ننتظر الأجوبة. يعني ما بيّن شيء. ننتظر أجوبة. صار له شهرين القطريين تقريباً للزيارة. لا صار له شهر تقريباً. تقريباً شهر وشو. القطريين بيشتغلوا شوي بطريقة مختلفة. يعني نحن مش أنه بنروح بنحكي معهم فبشيلوا الشنطة بيعطونا إياها. لا بيخدوا الدراسة بيعملوا لها دراسات وتمحيص وبعدين بيعطوا أجوبة. وبعدين بيعطوا لها تمحيص وبيشوفوا كل يعني كل المحيط العربي كيف يتفاعل مع هذه الحكومة مع أنه كان خرق وحيد يعني في هذه الزيارة. صار عندهم أزمة كمان هن بموضوع وزير المالية القطري كمان ممكن تأثر وتأخر تسببت بتأخير الأجوبة أيضا. هلا هيدي عذر بتعتبره ولا نحن عم نحط تبرير للتأخير؟ نحن عم نقول أنه هذا ربما يكون عذر. يعني عندهم حجتهم الجماعة كمان. وزير المالية القطري معني بكل ملفته، هو كان مشارك بمعظم الاجتماعات اللي عملناها والدراسة هو يعني أخذها على عاتقه، فبالتالي أكيد بتأثر. انتهى البحث مع العراق بالنفط مقابل الفواكه والخدمات الطبية أو يمكن أن يتجدد بعد العيد؟ لم ينتهي حتى يتجدد. يعني هو قائم ومرجح ومرشح لأن يحصل في أي لحظة. في أي يعني الزيارة بعد قائمة
مشروعة. طب فعليا وفعليا فعليا نحن حتى من دون الزيارة الأمور اللوجستية والرسمية تقريبا أنجزت على الورق وبانتظار الزيارة لإبرام الاتفاقية. طيب نحن بس يعني في شفافية منحب نستنبطها من كل الأحاديث، واللبناني بتعرف من 17 تشرين حتى اليوم صار الكل بيفهم بالسياسة والكل بيقلك حكينا بصراحة وعطونا صراحة. ليه راحت الزيارة على العراق؟ ليه لغت؟ هي فعليا وبكل وعلى القليل نيانس تقنع الناس، لأن ولا نيانس طلعت قط أقنعت العالم. أولا هي لم تلغى، يعني على الأقل هذا ما تبلغناه رسميا. اللي أبلغونا هي الإخوة العراقيين أنه هذه الزيارة تأجلت لظروف هني بيعرفوها عندهم ما حاولتوا تفتشوا على الظروف؟ حاولنا ولكن لم نصل. إنه إذا كان الضغط من لبنان إنه ما يستقبلوا للرئيس دياب لأنه في عليه ذكر معين من السنة بخصوصا يعني ومن يعني هذا الموضوع والمسألة بتخص الرئيس حسان دياب سواء بقطر ولا بالعراق. يعني البطاقة التمويلية هو حيخدها على بيته الرئيس حسان دياب، البنزين والنفط حيخدم على بيته الرئيس حسين، هو عم يعملون للشعب اللبناني لمساعدة الدولة اللبنانية. طبعا بس هل أنا عم بحكي على الأسباب، ما فتشتوا على الأسباب للإلغاء؟ ما عندنا جواب بالحقيقة واضح بهذا الموضوع، ما عندنا جواب واضح. بس كل ما تبلغناه وهي دولة، يعني العراق دولة شقيقة وتحترم نفسها وتلتزم أيضا بكلمتها، ونحن ما زلنا ننتظر تحديد موعد آخر للزيارة، ربما بعد رمضان يكون هذا الأمر. بس ليس هناك من تأكيد إنما لا بالإلغاء ولا بالزيارة. رسميا تبلغنا تأجيل الزيارة لفترة محددة. سؤالي الأخير لهذه الفقرة قبل ما أطلع بريك، ما بعرف إذا قرأت مواقف الوزير نهاد السابق نهاد المشنوب، قرأته؟ أكيد. بما يتعلق بتقديم أوراق اعتماده مثلا للسعودية أنه كمرشح قابل للتفاوض ولعمل ما لم يعمل ما لم يفعله غيره، هذا شأنه. طب هل بتعتبره عم بقدم أوراق اعتماد حتى يكون هو في هذه الأسماء التي ستطرح، أو هو معتمد وهذا خطاب المواجهة اللي رح نشوفه في الأيام المقبلة؟ ما بعتقد أنه هو معتمد بالوقت الحاضر مع كل تعليق السقف. ما بعتقد انه هو معتمد بالوقت الحاضر، يعني هو بالنسبه لك بس عم بيوقر عم بيقدم اوراق اعتماد. بالنسبه لي عم حلل انا بالتحليل السياسي. بالتحليل السياسي انا ما شايف بعض السعوديين يعني عندهم خيارات حاسمه بالملف اللبناني، اكيد منتظرين يعني اتصالاتهم القائمه اليوم مع سوريا، وبعتقد ان احنا صرنا يعني بهذا المعنى بشكل او باخر مربوطين بنتائج هذه الاتصالات. من ان شاء الله ما تطول، ان شاء الله نوصل لنتيجه سريعه لان نطلع من هذا النفق المظلم اللي عم نمرق فيه. عظيم. 11 سؤال انتهوا، سنغوص اكثر في البحث في الازمه الحكوميه، دور حكومه تصريف الاعمال ورفع الدعم من بعد البريك مع المستشار الاول لرئيس حكومه تصريف الاعمال الاستاذ خضر طالب. خضر الطالب، كان عنا موجز سريع من الأسئلة اللي حنغوص فيها أكثر، في كتير أسئلة لحضرتك أستاذ خضر سأغوص فيها تدريجيا من بعد ما أسألك شوية أسئلة بالسياسة. تفضلي. أوكي. اليوم صحيفة اللواء عم عليه لكن مضطرة بكل هيك موضوعي يقول للمشاهد أنه صحيفة اللواء تعتبر هي الأكثر تمثيلا للسنة المحافظة يعني أو الأكثر تعبيرا عن المزاج السني المحافظ، بتقول أنه لم يعد أمام الحريري سوى الاعتذار لحفظ ماء الوجه بعد تأكيد كل الجهات الدولية والعربية اللي التقاها أنه بغير مرغوب فيه. طبعا مرت مرور الكرام بمعشات اللواء، ولكن في اتوقف عندها، هل صحيح انه الجهات الدوليه ما بقى بدها الحريري وانه ابلغته انها لا ترغب بترأسه للحكومه؟ يعني هون هذا الموضوع له شقين الحقيقه. في شق اذا كنا نعتبر ان احنا امرنا يعني منوط بالجهات الدوليه وشأننا يعني نحن غير قادرين على ادارته وعلى اتخاذ قرار فيه، فخلنا نسلم للجهات الدوليه نعمل انتداب جديد وصاي جديد اللي بدك اياه، وهن يختاروا عنا نحن مين رئيس الجمهورية ومين رئيس الحكومة ومين رئيس المجلس ومين الوزراء ومين النواب. ف
المزاج الدولي بهذا المعنى عنده تمنيات، عنده رغبات، عنده حسابات ومصالح بيشتغل عليها، لكن هاي المسألة يجب يكون انه يكون فيها القرار الداخلي هو الحاسم. قرار مين الداخلي؟ قرار القوى السياسية الموجودة بمجلس النواب. حريري حاطت التكليف بجيبته من أكثر من 8 أشهر، قرار مين؟ ما بده يألف. واليوم شو يعني السعودية وفرنسا بتقله بوضوح مش ماشي الحال لسعد الحريري؟ يعني كيف بدها تروح القوى السياسية هلأ إنها تقله لا مشي الحال أو ما تمشي الحال أعتذر؟ خلنا نتفق. أولا عملية تشكيل الحكومة ضاء الهامش فيها إلى حدود إشكاليتين صغار ويمكن تدوير الزوايا فيهن وإنجاز التشكيل الحكومي. هي مسألة يعني ما بعتقد صعبة إذا كانت الإرادة الدولية أو الرغبة الدولية جاهزة للتعاون مع هذه التشكيلة اللي ممكن تخرج إلى العلن بلبنان. لكن قبل مشوية عم نقول كنا أنه ربما يكون شأننا أصبح على طاولة التفاوض بالمنطقة. ولذلك يرجع أنه ما رح ندفع ثمن السلم. لذلك يعني لا يمكن أن نحط المسألة عرقة للتشكيل الحكومي اليوم أو تأخر تشكيل الحكومي اليوم فقط أنه حطينا التكليف بجيبتنا أو طلعنا منه. هل السؤال الآخر اللي بدي أقوله بالمقابل، هل اعتذار الحريري بيحل المشكلة برأيك؟ إذا في بديل أو مطروح شيء ما بعرف. هل القرار الدولي بوقف الحصار عن لبنان يرتبط باعتذار الحريري أو لا؟ نحن بنعرف أنه لبنان اليوم محاصر. طبعا جزء كبير من معاناة اللبنانيين اليوم هي نتيجة هذا القرار الكبير كتير بوقف أي أبواب انفراج للبلد. طيب. فبالتالي اعتذار الحريري أو عدم اعتذاره لا يحل المشكلة إلا إذا كان هذا المجتمع الدولي. إذا جاد زتيتها هونيك إنه مش أنا عم زتها يعني هونيك يعني مظبوط إجوا في يعني مظبوط في جهات دولية هلأ عم تضغط لحتى تسحب هذا الترشيح وتدفعه إلى الاعتذار، ممكن بهذه الطريقة نوصل لمكان آخر في التفاوض، يعني ممكن ما تنحل. نحن لم نتبلغ شيء، يعني لا بعتقد إنه رئيس الجمهوري فخامة الرئيس تبلغ شيء، ولا دولة رئيس المجلس النيابي تبلغ شيء، ولا رئيس حسان دياب تبلغ أي شيء. نحن في المرحلة الراهنة نراهن على قدرة داخلية، على إرادة داخلية، على قرار داخلي بتشكيل الحكومة وتذليل العقبات واسترداد القرار التشكيل من الخارج. نعم. أوكي. برأيك إذا بدي روح بس شوية على الرئيس الحريري، برأيك سيواصل مراعاة السعودية لسنيها عن موقفها وبحث عن وساطات أو لح يروح على خيارات أخرى حسب قراءتك؟ كمان هلأ نسيل المستشار رجعني فيني هلأ للحظات صعب. أول شيء خلينا نتفق على مسألة. الرئيس سعد الحريري أو غير الرئيس سعد الحريري في المرحلة الراهنة أي حكومة تشكل من دون مظلة دعم خارجية ستفشل. طب جابوا له مظلة دعم الفرنساوية؟ بعد مش لا مش ماني ما شفتها ويني؟ طيب. شو؟ دفعوا لحتى يجيبوا يترأس هو الحكومة وشدوا كتير العصب تجاهه يعني وكانوا كتير ما بعتقد إنه الفرنسيين كانوا يعني ممتلكين للقرار الكامل بتشكيل الحكومة. بعتقد أنه هم كانوا عم يعملوا مبادرة، عم يعملوا محاولة. لكن بعتقد هالمحاولة اللي ما في ظروف نجاحة غير متوفرة في الوقت الراهن. الاعتبارات هن يفترض أنه يعرفوها مش نحن الفرنساوية. هن يفترض يعرفوها، هن ما أمنوا مظلة الحماية الخارجية الكاملة. مظبوط. والزخم الكامل لمبادرتهم، وهي أول مرة مش أول مرة بيتعثروا بعملهم نتيجة أنه خلينا نذكر لما أول مرة أطلقوا مبادرة يعني صار في أيضا مداخلات خارجية عرقلت لهم المبادرة الأولى والمبادرة الثانية، بالتالي هن يعني مش عم يوفروا الظروف المناسبة لنجح أي مبادرة يطلقوها، مش عم يقروا الأرض صح.
ممكن. ليش اندفع سعد الحريري برأيك قبل 8 أشهر لحتى يحط هالتكليف؟ بيعز دين هذه المعمعة؟ ربما كان يعتقد هل أن عنده هل كان عنده شيء يعني مثلا موعود فيه مأمل بأي شيء نحن ما قشعناه بهيدا الوضع؟ ربما كان عنده يمتلك معطى، يمكن كانوا الفرنسيين عطينه يعني إشارة إيجابية، يعني كان عنده رهان في مكان ما، أنه قادرين يأملوا له مظلة حماية، مظلة دعم وانفراج اقتصادي للبلد، يمكن هذا اللي دفعه في هذاك الوقت. ممكن تحليل ممكن. هذا تحليل، لا نملك معطى بهذا الموضوع. الرئيس الحريري بالآخر هو رئيس كتلة نيابية، وهو مرشح مثل ما قال، هو مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة بالمعادلات الداخلية اللي قائمة اليوم، مرشح طبيعي. هلا مش عم تتشكل الحكومة، قلت لك في تعقيدات داخلية معطوفة على الحسابات الخارجية والمداخلات الخارجية والتسويات والصفقات والمفاوضات، في اليوم مخاض بكل المنطقة، مخاض كبير كتير. هذا المخاض لما ينتهي بعد ما زال قائم، وفي ظل استمرار هذا المخاض اللي يبدو انه لبنان جزء منه يعني، او على الاقل نتيجته حيكون في تسويه فيه، فبالتالي نحن بمرحله انتظار، بس انتظار قتل على الصعيد البلد بهذا الحصار. طب بنفس الوقت يعني بتقترب من مصادر البيت الوسط كانه عم بتبس انه في جو من الاعتذار، في المصادر نفسها بتسرب انه في احتمال انه يطلع عند الرئيس على بعبده، بعبده بتقول ولا مره بعد لهلا في هذا الحس بالمسؤوليه اللي التمسته منه. برايك اذا الثنائي الشيعي كما هو واضح، واليوم الرئيس بري لوح الى انه كانه متمسك في عدم الاعتذار، تمسك الثنائي الشيعي بالرئيس والتفاف تيار المستقبل بيعطيه بعد امل انه يرجع ما بيقولوا يعوم هذه الحكومه اللي يبغي على الصعيد الوطني يبغي تاليفها؟ انا بدي اقول ربما يعني يعطي هامش اوسع للمبادره الداخليه بتشكيل الحكومه. عندك معطيات عن اي مبادره؟ مثلا الرئيس بري قال انه هو ما بده الاعتذار. لا ما في مبادره داخليه اليوم، بس في شيء حركه معينه او تلويح بحركه معينه؟ بكل اسف ما يعني اللي عندي اللي بعرفه على قد معرفتي يعني بهذا الموضوع انه ما في شيء، الحركه صفر، انما بانتظار اجمود وهيك بس شد حبال من ميلي انه بنطلع على بعبده، يمكن ما نطلع بنعتذر، ما بنعتذر بندس. ما عندي اي جو بيوحي بانه في حركه داخليه تشكيل الحكومة أو لتذليل العقبات اللي موجودة أمام تشكيل الحكومة. قبل البريك سألتك عن الوزير السابق نهاد المشنوق، بدي أسأل بشكل عام. اليوم عند الطائفة المسيحية في خيارين عم بحضروا يمكن خيار ثالث، عند الطائفة الشيعية مسلمين بالخيارين الموجودين. برأيك قدي ممكن أنه أو قدي ذكي إلغاء الزعامة الرئيسية اللي هي تعتبر برئاسة الحريري والمستقبل عند الطائفة السنية والانطلاق من الصفر بزعامة إذا بدك أصغر لتلحق الزعامات الموجودة بالبلد؟ بدك رأيي الشخصي ولا هي مغامرة؟ بدي رأيي الشخصي ورأي رأي حسن. أوكي. هي مغامرة مش محسوبة نحن يعني. مع الدولة المدنية إلى حين تأسيس الدولة المدنية، نحن مع الدولة يلي تقوم على قاعدة الكفاءة مش على قاعدة المحسوبيات، تقوم على قاعدة المؤسسات مش على قاعدة الأحزاب والقوى السياسية، مش موجودة لهلا. بتقولي أنا بتقولي لي بدك تعملي زعامة مقابل زعامة، شو نكون عم نعمل؟ إنما التجارب الماضية من 75 إلى اليوم وين وصلتنا؟ نحن أزمتنا مش 10 سنين، أزمتنا ممتدة من قبل 75. بس يا نحن عم نستورد نفس الأزمة، عم نستوردها ذاتها. كلنا طلبنا بالدولة المدنية وكلنا هيدا حلمنا، بس اليوم نحن موجودين. طب ما الرئيس الحريري اعتذر من بعد 17 تشرين، رجع انتخاب طلع. صحيح، ما فيك تقول ليه بدك تطلعه من بعد ما نزل يعتبر حاله نزل لأنه الشارع نزله، رجع طلع لأنه عنده المظلة الأكبر سنيا. طب كيف هلأ كيف بحلها بدولة المدنية؟ 17 تشرين أسقطت كل الناس. طيب. ولم تسقط الرئيس الحريري وحده. اوكي، ورجع اجى الرئيس الحريري اسقطت كل المنظومه السياسيه. اوكي، وفي حدا عم بلوح هلا عم بيقدم اوراق اعتماد من مختلف الاطراف الى انه يكون هو البديل، لانه بعد القاعده ذاتها انه قوم تقعد محلك، مش القاعده اللي يفترض انها تكون هي كيف نبني البلد. القاعده استبدال شخص باخر. كيف نبدل زعيم بزعيم، كيف نبدل نائب بنائب، رئيس برئيس،
بس مش قاعدة كيف بدنا نبني البلد، كيف بدنا نعمل البلد مؤسسات. مشكلتنا نحن انه ب92 شو عملنا بعد الحرب؟ جينا الميليشيات اللي كانت عم تتقاتل بالشارع جينا حطيناها بالحكم، وقلنا لها شيل الحواجز من قلب من الشارع، حطت الحواجز بالحكم. كانت عم تتقاتل بالشارع بالدم، صارت عم تتقاتل بالحكم بالمصاري وبالصفقات وبالسمسرات. طيب. هيدا البلد اللي احنا فيه اليوم. طيب. الفكرة اللي عم تطرحيها اليوم انه بدنا نرجع نستولي زعيم محل زعيم، فنحن عم نفوت بنفس التونيل، يعني عم نعيد نفسنا، مش عم نتعلم من تجربنا. بس هلا انا باي محل؟ بدك تبلشي من محل اخر. الاساس في هذا الموضوع هو قانون انتخاب حقيقي، مش يمثل الطوائف. تمام. يمثل اللبنانيين. اوكي، غير القانون الحالي يعني؟ قانون انتخاب يمثل اللبنانيين مش يمثل الطوائف. بس نبلش منه، نفرز قيادات سياسية حقيقية. خضر حضرتك معلش لو استطردت فيه، هل حضرتك مقتنع تمام الاقتناع انه في هذا البلد بظل هذا الانقسام العمودي، بظل انه الانسان لاحق زعيمه شو ما صار، بظل هيدا التجويع اللي عم بيصير، بظل الدين اللي هو طاغي على كل الغير من الشعارات، بهيدا البلد اللي عم بتشوفه من 17 تشرين لهلا كيف طلعت الانتفاضة وكيف نزلت ومين لحقت، هل نحن هلا ستنقذنا دولة مدنية بهيدي المعمعة اللي نحن عايشين فيها؟ لا تنقذنا الا الدولة المدنية. طيب بس هلا وكل كل الاشياء اللي قلتي عنها، كل الاشياء اللي قلتيها تفضلتي فيها هي استثمارات سياسية بالناس، عم يستثمروا بالناس، بيستنفروهم بالعصبيات المذهبية لمصالح شخصية ولمصالح حزبية ولمصالح اقتصادية ومالية أحيانا وللصفقات. هي استثمار بالناس. طب لكن الحقيقة هي هون؟ لا مش هون أبدا. طب لفتت لك نظرك إذا بدي أنقل للوضع عن جد بلبنان اللي بتشوفه ومعك حق 100% إنه استثمار في الناس، لفت لك نظرك الحادثة ضد الرئيس المئاتي وقت طلع على عكار، كيف نزلوا المتظاهرين قدام المبنى ورجعوا فلوا بس فلوا، وكيف اعترضت له طريقه، لفتت لك نظرك؟ هل هذه رسالة سياسية وإنذار إلى إنه بالشمال في صوت واحد خط واحد ممنوع تقرب على أي شيء؟ لا انا ما بعتقد انه هذا البعد، بعتقد هي بلشت باشكال مختلف ببعده ووصل الى هذا المكان. مش رساله سياسيه برايك؟ لا اظن، لا اظن، ما بعرف، يمكن يكون رساله سياسيه مثل ما تفضلي، بس ما عندي معطى حقيقي عنها، حقيقي ما عندي اي معطى جدي فيها. بس هذه كمان بتدخل باطار الزعامات وال عال. بدنا نخلص من نطلع من هذه المظله، خلينا نروح على المظله الوطنيه. عندك طريق لإلها غير قانون الانتخاب؟ قانون الانتخاب. قانون الانتخاب حقيقي يمثل الناس. 17 تشرين لما نزلوا الناس على الشارع وكانوا صادقين، الناس كانوا صادقين بوجعهم بصرختهم. لما انتهت 17 تشرين، لما فاتت عليها المداخلات السياسية وبلشت تستثمر فيها، ولما بلشت تاخد معنى هاي الانتفاضة لتستثمرها لصالحها وتوظفها في خدمة مصلحتها. طيب أنتوا كحكومة حسان دياب تصديتوا إلى هذه إذا بدي أقول النفق المذهبي، كيف تصديتوا؟ إذا بدي خليني أقولك أنه هن تصدوا. مين هن؟ هذا النفق المذهبي تصدى لحكومة حسان دياب اللا طائفية الوطنية. فإذا عم ترجع لذات الحديث، الفساد. حكومة مع رجل متزن هادئ. نعم. دكتور في التربية، عنده سرد يعني عامل دراساته كلها سوا، كتاب وقت اللي كان بوزارة التربية، زلمة منفتح. نعم. شو عملت بهيدا الشيء؟ لأنه هو نقيض الطائفي، هو نقيض دولة المحاصصة، هو نقيض دولة الفساد. طبيعي بدون يصدروا هودي الدويلات الفساد والمحاصصة بدون يصدروا تجربته. إذا نجحت حتسقط كل التجارب، كل الدويلات التانية. هذا جوهر الصراع اللي كان أساسا موجود من اللحظة الأولى. كل في الرجل اليوم نزل على بيته تظاهرات عم تطالب بإسقاطه. طيب لمين بتحملوا مسؤولية إسقاطه؟ للرئيس نبيه بري كل الشركاء أو للمعارك الشركاء في عمل معركة جانبية ليجيب وزراء مثل دميانوس قطار عطاهم مهلة فالأول واحد؟ الشركاء في الحكومة معنيين بعدم حماية هذه الحكومة، شركاء في الحكومة لم يحموا هذه الحكومة بكل أسف. ثم يعني إجا انفجار 4 آب، طبيعي أنه بتسقط أي حكومة بالعالم. فيه استاذي رئيس الجمهورية السيد حسن نصر الله، جمهور طويل عريض مشي وراه من الجمهورين للرئيس حسان دياب، ليه ما قلب المعادلة وجابه صوبه؟ ليه فل
ليه استقال؟ كان عنده قاعدة، كان ممكن يكون من هذا، كان ممكن. بس عندي سؤال، خليني بس، كان ممكن يكون مش من نادي الرؤساء السابقين، كان ممكن يدخل التاريخ على انه هو اول رئيس هادئ خبير دارس لمواقعه، عامل هيدي الدراسة تبعيته، مترأس لحكومة اختصاصيين، كان ممكن يدخل فيها التاريخ مع هذا الكم الشعبي من الدعم، إن كان من فريق رئيس الجمهورية أو من حزب الله. بدي أقول لك شيء وتذكريني للتاريخ، إنه الرئيس حسان دياب سيذكر التاريخ دائما بهاي المرحلة، 6 أشهر اللي أمضاهن في رئيس الحكومة بحكومة الفاعلة، وبال9 أشهر بتصريف الأعمال. وحيتذكروا الناس هالمقارنة بين حسان دياب وبين كل التجارب الماضية واللاحقة، السابقة واللاحقة. يعني حدا تعتبر انه هو 9 أشهر هن 9 أشهر مفصليين بدخلوا بهذا بهيد العلامة الفارقة؟ الرجل لم يبحث عن يعني شهادات حكومة اختصاصيين، ما فتش هو موجود فيها. الرجل لم يفتش عن شهادات حسن سلوك من حدا، ما طالب شهادة حسن سلوك من حدا، ولا طالب حدا يعلق له أوسمة. الرجل اجى عنده مهمة معتبرة مهمة مقدسة، التجديد إجباري يعتبر حاله، وكنا عم نقول حتى في فترة من قبل ما يشكل الحكومة وقت التكليف عم نقول في مهمة انتحارية جاي يعملها، وبده يعملها ويتحمل مسؤوليتها وتبعاتها، لأنه الشركاء بالحكومة ما حميوه. يعني مين؟ شركاء والحكومة، الشركاء في الحكومة كلهم دون استثناء. خليني أقول إنه الغالبية، يعني نترك هامش من، خليني أقول الغالبية. يعني بهذه الطريقة مننعي اليوم أي تجربة لحكومة غير خاضعة للمنظومة الطائفية أبداً بالبلد. أبداً أبداً. لكن في قناعة صرنا نحن بنعرفها، كنا عم نقولها عم نرددها الرئيس دياب دائما، إنه لا يمكن إنجاز التغيير من خارج آليات النظام. آليات النظام يعني المؤسسات الدستورية الموجودة، يعني مجلس النواب، يعني حكومة، يعني رئاسة الجمهورية، يعني مؤسسات الدستورية القائمة، من داخل آليات النظام. حتى آليات النظام تتعدل، لازم يكون في قانون انتخابات يفرز نظام جديد. مين بده يعمل قانون انتخابات؟ بعدنا عم نبرم بالحلقة المفرغة، بعدنا عم نبرم بالحلقة المفرغة. صديقك إلي الفرزلي اللي عمل الانتخابات بالقانون الأرثوذكسي واللي انسحب منه، واللي هلأ كمان مسمي لكم البطاقة التمويلية أنه مسمي الرئيس دياب، هيك اجت عبالي لأنه بس تقول انتخابات وقانون انتخابات دغري بيجي عبالي الرئيس إلي الفرزلي، لأنه كمان من يومين قريت أنه سميه رجل الكهف أو من أهل الكهف للرئيس دياب. صحيح هو ايه، بس انه رجعني للي فرزلي. بس خليني ارد لك على موضوع يعني لا بس اجى على بالي هلا دغري يعني بقصه قانون الانتخاب اللي بده يعمله. يبدو ما بيعرف منو من هن اهل الكهف. الرئيس الفرزلي النائب اللي الفرزلي، اهل الكهف هن يلي اضطهدوا من القوم الفاسدين. اهل الكهف هن يلي لجأوا الى الكهف هربا من الفساد المستشري بمجتمعهم. فإذا كان الرئيس دياب عم يتهمه بهذه التهمة أنه هو من أهل الكهف، فهو لأنه هرب من الفساد. أفضل له ما يكون من أهل مغارة علي بابا يلي بيحملوا 40 مفتاح، أنه عبارة عن أوامر مهمة بكل جيبة في أمر مهمة تصلح لكل زمان ولكل مرحلة، أنه يكون فيها يفتح البواب فيها. هذا اتهم مباشر؟ أنا مش عم اتهم مباشر، أنا عم أقول هذه حقيقة مش من عندي، مش هي واقعة؟ على كل حال، على كل حال رجعني هو هذا الحديث جر بعض، واليوم لأنه عم بتقول بقانون انتخاب، مين بده يعمل لك قانون انتخاب؟ كان يفترض 17 تشرين يوصلنا لمحل في قانون انتخاب صح. مين 17 تشرين يعني؟ الناس. مين الناس؟ الناس الناس الشعب الفرنساوي قعدوا معه شافون غير جاهزين. قبل انا مش هاو 17 تشرين، مش هاودي 17 تشرين، مدام داليا مش هاودي 17 تشرين شيء تاني تماما. كان في براءة، كان في صدق بالناس. هي بتعمل لك قانون انتخاب الناس اذا منظمت حالها. كانت بتضغط على الطبقه السياسيه، تم استقالته الرئيس حسان ضغطت. لا 17 تشرين مش اللي طيب مش تدريجيا وصولا الى انفجار. لما ضغطت 17 تشرين ضغطت ادت الى استقاله حكومه الرئيس سعد الحريري. اوكي، ومن بعدها وكان يفترض انها تستكمل تلك الورشه، لكن بكل اسف خطفت
من قبل القوى السياسية هالثورة واستثمرت بالسياسة والمصالح الاقتصادية والشخصية والبدك يا يعني. اعطيني اختار مني بالايدو فيها. اعطيني بليز جواب واضح. اوضح 17 تشرين مين اللي فيها بترشحه يعمل لك قانون انتخابي يقدر يرضي اللبنانيين وياخذنا الى دولة مدنية نحلم بها انه يكون رئيس حكومتها شبيه حسان دياب؟ حتى ما اقول حسان دياب عن جديد. اول شيء اذا كان في حدا عنده الرغبة انه يعمل بلد يفترض بهالقوى السياسية اللي هلأ موجودة واللي عم تنازع فعلا عم تنازع مع الشعب اللبناني وعم تدفع الشعب اللبناني ثمن كبير أن تشعر إذا لم تقدم تغيير حقيقي يبدأ بقانون الانتخاب لإنجاز انتخابات حقيقية تفرز طبقة سياسية جديدة تفكر بطريقة مختلفة. فنحن بنكون عم نعيد التاريخ ذاته ولعنة التاريخ فينا مش من 1860 من قبل 1860 إلى اليوم. طيب ليه ما فعلتوا حكومة تصريف الأعمال يعني رئيس الجمهورية قبل وبعده إجا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله طلب بإلحاق تفعيل عمل الحكومة واجتماع الرئيس حسن دياب رفض قال بدأ مخرج قانوني بهيدا الوضع اللي نحن موجودين فيه يلي بده الحكومة تجتمع فيه لقى مخارج قانونية تخليها تجتمع واللي ما بده الحكومة تجتمع كمان في في ما يلاقي لها مخارج قانونية تما يخليها تجتمع. سهل جدا المخرج يعني سهل مجلس النواب بيحدد انه هيدي العناوين التي يحق للحكومة ان تجتمع من اجلها. مجلس النواب هو الذي يفسر الدستور. بس كان رافض نهائيا الرئيس حسان دياب هذا الموضوع رغم رغبة الشركاء. ابدا الرئيس دياب قال فليعطينا المجلس النواب الاشاره الاذن بالاجتماع لعنوان او اثنين او ثلاثه اول عناوين التي يراها مناسبه وجاء الجواب من مجلس النواب بانه الماده 64 من الدستور ما بتسمح لحكومه تصريف الاعمال ان تتوسع في الصلاحيات. استاذ خضر في جهه اقليميه او محليه أبلغت الرئيس دياب بعدم وجوب اجتماع السماح لحكومته بالاجتماع إطلاقاً وشي 100 خط أحمر تحته. واللي بيعرف الرئيس دياب بيعرف أنه الرجل لا يخضع لي أي يعني أمر لا خارجي ولا داخلي ولا أملاء. أكيد اللي بيعرف الرئيس دياب بيعرف هذا الكلام. طيب واللي جربوه من شركائه بالحكم هيدي مشكلته معه اساسا. الجهه اللي كان بدها اياها تجتمع كانت مسلفته كثير. رح افترض انه في جهه ما بدها اياها ما بدها اياه يجتمع. مش مساله مين بده يجتمع مين بده يجتمع. لا ابدا ابدا اطلاقا لو سمحتي. مش مين مسلف ومين ما مسلف ولا الاجتماع. المساله مساله قناعات دستوريه. في دستور ما فينا نجي نمسح الدستور بشحطه قلم. في مادة بتمنع على المجلس الوزراء بعد استقالة الحكومة انه يجتمع. ما في استنباط ما في اي شيء بهيك ازمة بحديث يلي عنده قانوني يلي عنده عم يقطع فتوى بازمة البلد مثل هالازمة اللي بمر بها المواطن يلي اللبناني. عنده اجتهاد يتفضل يعطينا اياه من مجلس النواب بكل بساطة. يعني ليش عم يعني نجدل بهذه المسألة؟ في مدخل الوحيد يتفضل مجلس النواب يقول والرئيس بالرئال انه لا ما بحق لكم. مجلس النواب قال انه ما بيحق لكم فكيف بده يرجع يخالف؟ طيب هي اولا، ثانيا شو المطلوب من اجتماع الحكومه؟ تفعيل كل شو الشغل يعني؟ شو يعني؟ اول شيء بتسكر الباب على هذه القرارات والقوانين يعني اللي ناطرين في اشياء كثير كثير ناطرينها لحتى تعملوا حكومه لحتى نعمل حكومه ثانيه. لم يتوقف العمل. كيف كله عم ينشغل؟ دوران عجله العمل بالحكومه لم تتوقف ولا يوم. قل لي كيف؟ كل شيء. سألي وزير الطاقة شو عم يشتغل قديش، سألي وزير الاقتصاد، سألي وزير الداخلية، سألي كل الوزارات، وسألي عن رئيس الحكومة شو عم تعمل. ما في شيء توقف أبداً. مش أنه كان عنده هدف يحصل شيء شعبوي بمطرح ثاني يقدر يعوم حاله بالشارع السني، سؤال بينطرح اليوم العالم. لم يلجأ الرئيس دياب ولا لحظة الى الشعبويه بقراراته. لو بيلجا لهالشعبويه كان اليوم بمحل اخر. ما بيلجا للشعبويه. مش عم يشتغل شعبويه من اللحظه الاولى.
يعني شيء بيجي على بالي هلا بقول انه الناس هلا بتقعد تشرح لها 3 ساعات ما بتعرف صلاحيات الرئيس وين، اذا شتت الدنيا او اجى الجراد او تفشى وباء بيقولوا لك الحق على الرئيس، شو نفع كل الحجج الدستوريه؟ عم تنصرف بشيء محل؟ عم يتعالج في شيء مش عم يتعالج؟ كابيتال كنترول تعالج؟ كابيتال كنترول بمجلس النواب لحو ايه، وبعدين بيروح على حكومه لحتى تقدر تنفذه، ما هيك؟ وقت اللي بيخلص من مجلس النواب ويجي على الحكومه ما تعتني لهم، ما في مشكله ما اعتلهم. طب كيف صار هيدي يجوز انها تكره اذا هي بحكومه تصريف اعمال ومش فعاله؟ ما الحكومه اساسا حاولت تعمل كابيتال كنترول من سنه يا سيد داليا، وسحب هذا المشروع القانون من الحكومه بقرار سياسي، واخذ الى مجلس النواب على اساس انه يروح باقتراح قانون بمجلس النواب، قلنا سنه بعدنا وينو، وبعد الناس عم يعني تعاني بودائعها انه مش عم تقدر تسحب منها ليره، وفي مين بالمقابل عم يتباكى؟ مين يعني عم يتباكى على ودائع الناس؟ مين في مين عطل هاي الحكومه عن انجاز الكابيتال كنترول؟ وفي مين عطل هاي الحكومه عن يعني انجاز الخطه الاصلاحيه؟ مين يعني حدا يقعد هون على هالطاوله وما يحكيني بفي مين؟ ما تحكي بالاشباح يعني. انا عم لك القوى السياسيه. مين هي القوى السياسيه؟ مش قوى سياسيه حضرتكم. مين اللي عمل لجنة شو اسمها تقصي الحقائق؟ ما بعرف. اللي عطلت خطة الحكومة شهر ونص، 6 أسابيع، وبعد 6 أسابيع طلعت إنه استسلمت للفتوى اللي قالها صندوق النقد الدولي إنه لا، أرقام الحكومة صحيحة وأنتوا مخطئين. مين اللي عطل؟ هود الناس لازم يدققوا فيهم. هلا عم يتباكوا على ودائع الناس، على ما تبقى من ودائع الناس، فتات من ودائع الناس في 150 مليار دولار طار تبخروا. هلا عم يتباكوا على مليار ومليار ونص، وعم يعملوا حملات منظمه للدفاع عن ودائع الناس بعد ما اكلوها هن، وبعد ما هربوا اموالهم الى الخارج. هون بدك تفتشي، هذا بيت قصير. هون بدك تفتشي التدقيق الجنائي. هذا التدقيق الجنائي عندما يقر بتعرفي كل هاي المرحلة شو صار فيها. نعم، التدقيق الجنائي رح فوت فيه بتفاصيله اذا بتحب تحكي عنه، لبينما تكون شوي تحضرت، لانه قبل ما احكي عن رفع الدعم بالتفصيل في عندي مداخله بشان البيان الاخير لحاكم مصرف لبنان امبارح. نعم. مع الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان. نعم. اذا جاهز الاتصال. طب التدقيق الجنائي وينه؟ يفترض ملخص عن التدقيق الجنائي وينه؟ يفترض انه المفاوضات القائمه بين شركه التدقيق وبين وزاره الماليه ومصرف لبنان ان بمراحلها الاخيره طلبت شروط الشركه الفراز، ووزير الماليه طلب هاي الشروط من حاكم مصرف لبنان. الحاكم بيقول انه ابلغها، اعطى للوزير كل ما تطلبه الشركه، والوزير ابلغ الشركه بهذا الامر، وننتظر جواب شركه الفرز. قد ايه بدها جواب الشركه؟ الشركه اخر شيء كانت عم تقول مش كل المعلومات استحصلت عليها. اخر شيء ايمتى يعني؟ يعني ماشي شهرين تقريبا. لا بعد صار في تطور بهذا الموضوع بين على الراي العام مش بطريقه واضحه، لانه بتخس العالم انه بدها تدقيق جنائي بس مش عم تعرف بكافه التفاصيل، وما عم تعرف لوين بده يوصلها التدقيق الجنائي. رح يبينوا ال 150 مليار يعني. انا برايي ما في اصلاح حقيقي ممكن يبلش بالبلد لكشف ما حصل في المرحلة الماضية إلا بتدقيق الجنائي. في ناس بتقلك حجر الزاوية بالإصلاح والتدقيق الجنائي، بتقلك أنه ليه بدك تبلش بمصرف لبنان؟ ما في 100,000 صندوق ووزارة. صحيح. وفي مليارات تهربت. صحيح. وفي وزارة مالية بتمضي. صحيح. وفي صفقات وفي 100%. ليه بدك تبلش بحاكم مصرف لبنان؟ مش بحاكم مصرف لبنان أو بالمصرف لبنان. بمصرف لبنان لأنه هو أم المال في لبنان. هو المركز الأساسي يلي بتمرق عبره ومن خلاله كل المعاملات المالية بالبلد، سواء لتحويلات المالية إلى الخارج ولا سواء الصناديق والوزارات، كله بيمرق عبر مصرف لبنان.
فبالتالي بتبلشي منه ومنه بتتوسعي بالقنوات الممتدة باتجاه كل الصناديق وكل المؤسسات وكل أبواب الهدر. وفي شيء بيقول أنه استهداف الحاكم بهذه الطريقة هو استهداف لموقع مسيحي معين من أجل سيطرة إيرانية على الأموال بالبلد. إيه؟ الحاكم بيعتبر هيك؟ والله هيك عم قلك، هيك في ناس تعتبر أنه هيدا الشيء. أنا مثلا الحاكم هو نفسه بيعتبر حاله ممثل، الحاكم بيعتبر ممثل بس مقربين من الحاكم في ناس كتير بتقلك أنه ليش عم تستهدفوه له بالذات وهو موقع مسيحي، وهل هو من سياسة إيرانية بالمحور الثاني لوضع الإيد على أموال البلد؟ الحاكم؟ مين عم يستهدف الحاكم كشخص؟ مين عم يستهدف الحاكم كشخص؟ البحث هو عن ما حصل من تحويلات مالية إلى الخارج، من تهريب أموال، ما حصل من فساد على مر عقود طويلة بالبلد بكل المؤسسات اللي سواء اللي بمصرف لبنان أو المؤسسات اللي بتمرق عبر مصرف لبنان. وين شو دخل عملناها قضية يعني طائفي؟ شفتي الحسابات شو المعايير اللي عم نفتش عليها؟ مش عم نفكر بمنطق دولة، عم نفكر بمنطق طائفي محاصصاتي مذهبي اللي بدك إياه. عظيم. وهذا ما بيبني بلد. استاذ وليد ابو سليمان صار معنا الخبير الاقتصادي، مساء الخير لك استاذ وليد. مساء النور لك ولضيفي. مساء الخير، يعطيك العافية. ببيانه الأخير بحاول رياض سلامي إهام إذا بدك المودعين بأنه عم يشتغل على مبادرة لإعادة جزء من دولاراتهم. برأيك هل هي مناورة عم يعتمدها الحاكم هالمرة، أو هي بالفعل طريقة لتخليص أموال المودعين؟ هلا عمليا هو بيان طبعا، منه تعميم. اذا هذا بيان مثل ما اي شخص اما اي مواطن اما اي شخص بيتعاطى بالشان العام ممكن يصدر بيان. هلا اذا هو بده يرد هالاموال هيدي عبر المبادره، انا اللي لفتني انه في كلمه تفاوض. هي مصرف لبنان هو سلطه رقابية على المصارف، وبالتالي هو بيصدر تعاميمه وعلى المصارف أنها تنفذ هذه التعاميم. عمليا المصارف هي بردة على مسودة قانون الكابيتال كنترول، أوضحت أنه هي ما عندها أموال لا بالداخل ولا بالخارج، حيث قالت أنه رصيدها سلبي بالخارج، مطلوباتها أكثر من موجوداتها بنسبة 1.7 مليار دولار، يعني هذه الدولارات الموجودة لدى المصارف المراسلة سلبية. أما بالداخل قالت أنه يتفضل مصرف لبنان هو يمدنا بالسيولة بالنقد لنقدر نحن ندفع للمودعين. عمليا إذا رح يصير في امتصاص للنقمة رح تكون من الاحتياط الإلزامي، ورح ينرد على 3 سنين، والمبلغ مثل ما قال هو 25,000 دولار. هلا كمان بهالبيان اللي لفتني انه بده غطى قانوني. انا بموضوع الغطى القانوني، تخفيض الاحتياط الالزامي من 15 ل 12 ل 10%، هذا ما بده قانون، هذا بده قرار من المجلس المركزي بمصرف لبنان. اذا هون كمان حاكم مصرف لبنان رمى الكرة للمجلس النيابي وللمؤسسة الدستورية. نعم. استاذ وليد، بس أخذوا الأموال من أصحابها صرفوها، ما كان بحاجة الحاكم لقانون؟ اليوم صار بده قانون لإعادة الأموال لأصحابها. عمليا شو طبيعة القانون اللي عم يطلبه؟ شو الهدف منه؟ نعم، تقنيا المصرف المركزي ما بيتعامل مع مودعين، بيتعامل مع مصارف. المصارف هي اللي بتواجه المودعين، المودع هو الدائن والمصرف هو المديون. بالتالي المصرف المركزي ما بيتعامل مع المودعين. المصارف أخذت هذه الأموال وظفتها بمصرف لبنان، هنالك 80 مليار دولار شهادات إيداع. ومثل ما كان عم بيحكي ضيفك بموضوع الخطة، خطة التعافي، فعلا هي كانت اذا كان فيها شيء ايجابي انه ضوت على الخسائر، وهيدي كان اعتمدها الصندوق النقد الدولي، انما نصفت من الاطراف السياسيه ومن المصارف. اليوم هيدا حق مكتسب، الاحتياطي الالزامي هو حق مكتسب. وانا باول حلقه سمعتكم عم تحكوا عن
الدعم، وعن اذا بنرفع الدعم ام ما بنرفع الدعم. هيدا منه خيار، اذا ما في دولارات ما في دعم. يعني مع احترامي اذا رئيس مجلس وزراء اما اي شخص تاني قال نحن ما بنرفع الدعم، اذا ما في دولارات ما في دعم. بالتالي امام هالازمه الكيانيه على حاكميه مصرف لبنان انه تخاطب المواطن وتخاطب الشعب اللبناني بما تبقى من دولارات لديه، لانه اليوم كله عم يتمحور حول هالدولار، ان كان المحروقات، ان كان الدواء، ام ان كان القمح. يعني عم نعرض الامن الغذائي، الامن الصحي، والامن الاجتماعي. هون الحاكم شو قال؟ انا برد جزء للمصارف هي بترد للمودعين، وممكن اترك جزء ثاني كف فيه اذا بدك تقنين الدعم. نعم. طيب بس هو كأنه كان واضح عم بيقول للناس انه انا بدي رد لكم مصرياتكم، بس في حدا ما عم بيخليني، مزبوط ولا قراءتنا غلط لهذا الموضوع؟ هلا اذا بدك تقري بين السطور، هو بموضوع التغطية القانونية، وطبعا كمان هو طلب من المصارف بعد اتمام اذا بدك اما نجاح تعميم 154. هون بغلطه. ليش بغلطه لحاكم مصرف لبنان؟ لانه المصارف هي حد ذاتها قالت بيرد على لجنه المال والموازنه انه نحن ما قدرنا، يعني اللي كوناه لنعتبر كونوا 3 مليار دولار، بعد علينا مليار و700 مليون دولار. اما بالشق الثاني من تعميم 154 اللي هو بيطلب من المودعين اللي حولوا بعد تموز 2017 الى الخارج مبالغ بتفوق 500 الف دولار يردون، ان كان اشخاص مكشوفين سياسيا اما اعضاء مجلس اداره 30% والمودع العادي 15%. هون كمان هيدي في التعميم بيلزمهم انه هيدي تبقى عند المصارف المراسله ومجمد الى 5 سنين. اذا هالاموال ما فيهم هن يرجعوا يردوها لمودعين اخرين. هو بده قانون للاستمرار بالدعم، او بده قانون بيعفي عن كل شيء صار تجاوزات سابقه هو والمصارف؟ خليني اقول لك بموضوع الدعم، اخر اذا بناخذ اخر ارقام، ان كانت الميزانيه المجمعه للمصارف اما ميزانيه مصرف لبنان اللي اصدرها ب 15 نيسان، الفرق تقريبا شيء 400 مليون دولار، هذا اللي بعد فيه يستعمله. اما ما تبقى هو احتياطي الزامي، هو باخر كتاب وجهه لوزير المال بيقول انه ممكن اذا انا استعملت هالاحتياطي ممكن يكون عرضه لملاحقات قانونيه بعد ما ارسل له نائب المحامين كتاب. طيب هون اذا هو خفض الاحتياط الالزام من 15 ل 12 اما 10%، بالتالي ما بيعود في ملاحقه قانونيه. وهون انا كمان في تعميم مهم جدا اللي هو تعميم 7835 اظن صادر ب 2001. هون بيتيح لمصرف لبنان انه يحتسب 90% من الاحتياط الالزامي ادوات ماليه، يعني يورو بونز على السعر الاسمي على سعر الاصدار، قروض صديقه للبيئه وقروض اخرى. اذا هون نحن المطلوب نعرف قد ايه معنا فعليا نقد ودي عنا على الدفتر. اذا المجموع 15 مليار اما 16 مليار، نحن بعد معنا مليار ونص اما بعد معنا 15 مليار. هون عظيم. سؤال الاخير، برايك ربط المنصه اللي تعهد بانشائها بالقانون ايضا لعدم انشائها، او انه العمل بالمنصه ممكن؟ وشو رايك بهالمنصه التي كان لازم يفترض انه تبلش من ثلاث اسابيع باقل تقدير؟ هلا اذا بدنا نحكي عن النقطه الايجابيه الوحيده انه اشرك الافراد، يعني منا فقط للتجار. لو كانت فقط للتجار كنا نحن عم نخترع سعر دعم اضافي وكنا عم نكرس فوضى اسعار الصرف. اما اليوم التحدي الكبير هو مين راح يبيع هالدولارات ان كان للتجار اما للافراد، وهل يا ترى اي فرد ممكن يتوجه ويشتري دولار؟ مين بيجاوب عن هالاسئله؟ هذا برسم مين هن استاذ وليد؟ مين برسم مين؟ المصرف المركزي اللي هو مشرف على المنصه، انا مش انا المشرف على المنصه.
شغلة تانية إنه المصارف إذا بدها تبيع، التاجر أما الفرد دولار في أحقية للمودع، إذا معها دولارات المودع دينه ممتاز، يعني لازم ترد له دولاراته قبل ما تبيع، الدولار. هون كمان الملفت إنه هو بيقول إنه أنا رح أتدخل بالسوق إذا صار في تقلبات. طيب إذا رح تتدخل بالسوق من وين بدك تجيب دولارات؟ ما أنت ما بقى معك دولارات، ما في شفافية، يعني بدنا توضيح لكل هالأمور هاي. يعني مختصر الحديث انه نحن قدام حالة غير واضحة بطريقة التعميم اللي طلع، في بيان طلع من المصارف، في اذا بدنا نقول ضبابية حول كيفية سير هذه العملية كلها، والمطلوب هو الشفافية، واكيد انه نطلع على الرأي العام ونحكي العالم مظبوط شو رح يصير، والطبقة الوسطى اللي ما عندها مصاري كمان شو رح يصير فيها، اللي هي رح تكون اكثر تضررا في حال رفع الدعم او ترشيد. وشكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الاستاذ وليد ابو سليمان على هذه المداخلة القيمة دائما، شكرا جزيلا. استاذ خضر، عمليا كيف لحاكم مصرف لبنان التوقف عن دفع بدل الدعم، في يتوقف بدل الدعم بقرار منفرد، يعني في يطلع هلا يقول انه انا ما بقى بدي ادعم لحاله منفردا؟ اولا فكره الدعم موجوده بلبنان من زمان، مش من اليوم، يعني مش ما في حكومه اخذت هذا القرار لليوم، لا هي الحكومه ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها. يعني بالسبعينات كان الدعم موجود على القمح وعلى السكر، مزبوط، واستمر فكره، يعني سياسه الدعم معتمده منذ وجد لبنان، فبالتالي لا احد من الحكومات يتحمل مسؤوليه مباشره، لا هي الحكومه ولا غيرها، انه هو يعني وضع سياسه الدعم. اليوم احنا بظرف استثنائي، في ظل هذا الظرف الاستثنائي يلي عم نعيش فيه بتقلبات حاده وارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار بالسوق السوداء، يلي الى الان مصرف لبنان لا يعترف فيه لهذا السوق، ويعني لكن بنفس الوقت عم يقول هو بده يتدخل لاحقا بالسوق السوداء. وهون في سؤال غريب، ليش ما تدخل قبل هلا؟ يعني انه نحن قلنا تقريبا سنه وشوي من قبل حكومه الرئيس الدياب الدولار عم ينزل، لم يتدخل مصرف لبنان لحمايه الليره من هذيك الوقت، يعني من قبل 17 20، اذا بنتذكر طيب ما في آلية 2019 بلش يطلع الدولار على مصر. طيب هيدا شو بياخذني على محل تاني، بس بترجع بتجاوبني اذا هو بيقدر ياخذ قرار منفرد برفع الدعم، بس يعني السؤال بيطرح نفسه، ما في ولا آلية بتلزم مصرف لبنان يقدم ارقام بوضوح للحكومه تتعرف حالها كيف بدها تتصرف في هذا، يعني هالقد ما في كيف بدي اقول قانونا آلية قانون النقد والتسليف يجعل الحاكم حاكما. شو حاكما؟ بامر الله، يعني حاكم مصر لبنان، اسمه حاكم مصر لبنان. طيب يعني ما في شيء بيلزمه؟ طب ما هو بالنهايه مش موظف من الدوله، المجلس المركزي لمصر لبنان هو بيتخذ القرارات. المجلس المركزي لمصرف لبنان المؤلف من نواب الحاكم، نواب الحاكم اللي بتعينها المنظومة الطائفية والتي تتحكم بها الأحزاب والزعامات، يعني نحن بطريقة معينة، وكأنه مش هنعرف شو هي الأرقام، يعني مظبوط ولا إلا من خلال التدقيق الجنائي اللي بنرجع له. يفترض وهلا بدنا نعرف الجنائي، وهلا بدنا ننطر التدقيق الجنائي لنعرف اذا معنا 15 مليار ولا مليار. بدنا نعرف الاول وين راحوا ال 150 مليار اللي راحوا قبل ما تجي هاي الحكومة، يعني من قبل 17 20 لما انعملت كان في 150 مليار دولار طايرين من البلد، وين راحوا؟ بدنا نعرف وين راحوا ال 150 مليار. عظيم، رح ارجع للسؤال اللي هو ذاته، هل هو بيقدر ياخذ قرار منفرد بما انه حاكم وما حدا بيتدخل معه الا النواب الحاكم؟ بعتقد انه الحاكم بيقدر يزينها بيحسبها، يعني في بيقدر يحسبها وطنيا انه ما يرفع الدعم، بس يعني في يرفع الدعم، في ياخذ قرار منفرد من دون ما يرجع للحكومه ولا للنواب ولا مجلس النواب. هو هلا في كثير اشياء مش عم يصرفهم. طيب كيف بيتم دعم سلعه وكيف بيتم التوقف عن الدعم؟ في قانون يحكم هذه المساله اسمه قانون النقد والتسليف. طيب قانون النقد والتسليف ما لا لم يخضع لا للمساءله ولا للتعديل حسب الظروف ولا اي شيء، تحت وصايه وزير المال. حلو، يعني التدقيق الجنائي لازم يروح على محلين، انا حاسه بالاول يعني لازم يروح على كل المحلات، ليش خصوصا بالاول؟ طيب شو هي الاموال، شو هو رقم الاموال اللي ما
تزال متوفرة مظبوط اللي أنتم عندكم إياها بمصر في لبنان؟ ما فيها ما فيها. بعتقد يعني هو يوم تقريبا بيبعت رقم لرئيس الحكومة بشكل دوري، خليني أقول يومين ثلاثة أربعة أيام حسب، بعتقد كانت 15 فاصل شيء. بس المعيار هون قلت لك انه على قاعده انه الودائع تدنت تحت ال 100 مليار دولار، وبالتالي ربما يكون بعد عنده هامش معين، ما عندنا فكره، ما عندنا رقم حقيقي نقدر نحتكم له. اللي تفضل فيه وقاله الاستاذ وليد دقيق جدا، ما في ارقام حقيقيه نقدر نحتكم اليها للحكم على الموضوع. شو الفرق بين اموال المودعين اللي صرفت والاحتياط الالزامي الذي لم يصرف بعد؟ ما بتعرف. السؤال انا لا بالعكس، هذا السؤال غريب انه فعلا شو الفرق؟ هوديك اموال المودعين وهودي شو فرقهم؟ ما قلت لك من شوي انه 550 مليار تبخروا، عم نبكي على 15 مليار، عم يعني على مش على 15 مليار، على مليار ومليارين بعد ممكن ينصرفوا لحمايه المجتمع اللبناني من الانهيار. طيب فهناك هناك من يصر على سقوط لبنان، على تجويع اللبنانيين. في جهات يبدو واضح انه تريد عرقلة البطاقة التمويلية بالبلد. البطاقة التمويلية يلي وضع الرئيس دياب خطتها، وعم نقول انه هيدا المخرج الحقيقي لحماية الناس، لقمة عيش الناس من الانهيار. في جهات عم تقول تلوح بانه يا ويلكم الويل والثبور وعظائم الامور، ما في تمويل لهذه البطاقة. عظيم. أنا رح أرجع بعد لسؤال، لأنه حضرتك كتير بتفيد بهالتفاصيل وثقبت أنه بالظرف اللي حضرتكم موجودين فيه كل هالأمور مثل ما بيقولوا طافت على السطح. شو الوضع القانوني لحاكم مصرف لبنان رياض سلامي متجاه الدعاوى اللي ملاحق فيها قضائيا بالداخل والخارج؟ رئاسة الحكومة اللبنانية هل هي لا تدخل في القضاء، تتدخل في القضاء وما في عندها ولا أي طريقة للمحاسبة؟ هل هو فوق المحاسبة؟ يفترض لا. طيب عند مين قرار كف إيده لحين جلاء الصورة؟ يعني عادة بس يكون في بغض النظر، يعني هذه أسئلة بتنطرح عندك هلأ شخص ملاحق. في قانون بيحكم هذا الموضوع. قانون شو؟ في قانون نقد والتسليف يحدد القرار عند مين بهذا الموضوع؟ عند مجلس الوزراء. بس في قانون نقد والتسليف عم قول بيحدد التفاصيل والظروف التي تسمح بإقالة أو يعني محاسبة حاكم مصرف لبنان. في قانون بهذا الموضوع، وطرح هذا القانون ب 24 نيسان 2020، لكن بكل أسف القوى السياسية بوقتها لم توفر. يعني هو لا ينطبق عليه ما ينطبق على الوزير والمدير العام. يعني عادة الوزير إذا مدير عام مش عاجبه أو عنده أي شائبة بحطه على جنب إلى حين يقرر بعودته. هو ما بتنطبق عليه هذا، لا تنطبق عليه. طيب سأخذ اتصال مداخلة قبل ما فوت بالتفصيل، يعني من بعدها بطلع إذا شيء ببريك قالوا لي لا أفوت بالتفصيل بالبطاقة التمويلية بآخر فقرة. مداخلة أولى بشأن رفع الدعم مع ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة. مساء الخير لإلك. مساء الخير. مساء الخير، يا اهلا فيك. سريعا استاذ فادي، هل تبلغتم قرار برفع الدعم عن المحروقات؟ انا اول شيء بمسي عليك وعلى ضيفك وعلى كل المشاهدين، يعني يوم العافيه. نحن بالنسبه لنا ما تبلغنا ولا اي قرار. نحن من يومين صار في هجمه من المواطنين، خوف هلا على محطات البنزين، لانه طلع الدعايه منشان موضوع رفع الدعم. اليوم المحطات البنزين على كل الاراضي اللبنانيه بشكل عام ما بقى فيها مخزون. في شركتين قدروا سلموا يوم السبت، شركه كورال وليكوي غاز مشكورين، واليوم كذلك الامر بعدهم عم يسلموا وامنا السوق والمحطات فاتحين وعم نأمن أكبر عدد ممكن. الشركات اللي عندها بضاعة بتأمن، الشركات اللي ما عندها بضاعة ما عم تقدر تأمن. بس في مشكلة بالبلد؟ نعم في مشكلة. نعم. هل تم التشاور معكم بخطة رفع الدعم؟ يعني نحن عم تسأليني إلي هالسؤال وعندك الحكومة كلها موجودة عندك بالستوديو الليلي. لا نحن ما تم أي قرار، نحن بس سمعنا مثل ما أنتم سمعتوا، عملنا اتصالات
بوزارة الطاقة بالمديرية العامة للنفط بتجمع الشركات وبلغونا انه اليوم طبيعي واستلمنا بضاعة على سعر رسمي، ما في اي مشكلة بهذا الموضوع. طيب هل سيتم تخصيص النقل المشترك بدعم جزئي او كلي للباصات او التاكسي؟ نعم نعم، في خطة نقل عم تندرس، وبكرة في اجتماع عنا مع وزير النقل، حضرة رئيس اتحادات النقل راح يكون موجود ونحن معه أكيد، لأنه نحن كنقابة خارج عنا كمان مطلب أجور النقل، مطلب أجور النقل راح نبحث بكرة مع معالي وزير النقل إن شاء الله. طيب يحكى عن الأسعار بالمية ومية وأربعين ألف لتنكة البنزين إذا رفع الدعم، كيف ستنعكس على السوق الداخلي برأيك؟ هيدا كله أرقام بعض زملاء لنا عم يزتوا هالأرقام، نحن ما منعلق عليها ولا منسمح لنفسنا نحكي بهالأرقام. بالنهاية في ناس واعيين بالدولة اللبنانية، في مسؤولين ما رح ياخذوا هالقرار، والأستاذ خضر بيعرف عندك موجود بالستوديو أنه دولة الرئيس، أنا سألته شخصيا بآخر اجتماع وأكد لي أنه ما في قرار لرفع الدعم بدون ما يكون في خطة تمويلية، ونحن كمان بنسأل وبيحق لنا نسأل مثلنا مثل أي شخص بالدولة اللبنانية، إذا عملنا خطة اليوم ببطاقة تمويلية وبقي سعر الدولار ما له سقف، شو في إلى زوم؟ يعني اليوم الدولار 12، بكره بصير ب 20، بكره بصير 25، حليناها لازم يكون في سقف لسعر الدولار. طيب شكرا جزيلا على هذه المداخلة السريعة، وسأكمل. شكرا لك، بس بدنا نعرف تعليق الأستاذ، شو تعليق الأستاذ؟ رح تسمع تعليقه، تعليقك السريع. عندي سؤال بدي اطلع عبره. اول شيء بموضوع يعني تاثر بطاقه تمويليه بسعر صرف الدولار انحلت، في صار توافق سياسي مبدئي، خليني اقول دائما على انه تكون بطاقه الدعم التمويليه بالدولار الامريكي مش بالليره اللبنانية. اوكي. هذا التوافق بيؤدي الى انه يعني لا يتاثر المواطن بأي تحرك أو أي يعني تعديل بسعر صرف الدولار، وبالتالي هاي الموضوع استدرك بالخطة على الورق عم نحكي. طيب هيدا مين عم بيوتر الناس كل فترة بقصة يعني وكأنه يعني سمعته من يومين وقال، وكل يوم عم بيقول إنه هيدا توتير للعالم، لا في أزمة بالبلد بس ما في أوركسترا عم تشتغل بالبلد، عم تشتغل بالناس، يعني مش معقول، يعني مش معقول اللي عم بيصير على محطات العالم. نعم. بتروح بتعبي جالونات بنزين، بتوقف بطابور السيارات وما والمشكلة اليوم على التليفون، على الواتساب، على أي مجموعة واتساب بتكتبي خبر انه صار صرف ارتفع سعر صرف الدولار، بتركض الناس بتشتري دولار. بتكتبي خبريه بانه في رفع الدعم على البنزين، بتركض الناس بتشتري بنزين. يعني مشكله. نعم. في مشكله ببلد، في غضب شعبي، تما نقول في ثوره، الناس يعني هذا سؤالي قبل ما فوت على البريك، الناس ما حدا بيعرف مصيره، في انهيار، ما نعرف مصير ودائعه شو بده يصير فيها، بتكفي بالبلد ما بتكفي بالبلد، كيف ممكن الاستمرار بانفاق نحو 3 مليار على الدعم، اكثر من 2 مليار فينا نوفرهم؟ هيدي مسؤوليه مين؟ مسؤوليه حكومه، مسؤوليه راي عام، مسؤوليه احزاب؟ شو بتوفرين بس عفوا، شو بتوفرين من خلال رفع الدعم على بعض؟ نعم. المشتقات. اوكي. هو اللي عم بيصير. صحيح. كيف نحن عم نقول نستبدل هذا الانفاق ب 3.5 مليار، بدل ال 5 مليار بنحط حوالي المليار ونص دولار، بنوفر 3.5 مليار دولار تقريبا من سياسه الدعم. في ناس يبدو مستفيدين من الحاله اللي قائمه اليوم، رافضين انك تمولي البطاقه التمويليه بمليار ونص، حابين استمرار التمويل لانه مستفيدين، يمكن ما بعرف استمرار يعني تمويل الدعم على المحروقات وعلى كثير من وعلى الكهرباء وعلى كل التفاصيل البي. طيب الدولارات اللي بدكم تدعموا فيها البطاقة التمويلية منين بدكم تجيبوهم؟ الرئيس دياب حاول يجيبهم من قطر الحقيقة، وأول شغلة عملها بقطر بخلال لقائه مع المسؤولين هونيك، وخصوصا مع أمير قطر، كان الملف جاهز معه وحمله وقدم له إياه، وما اجى الجواب لهلا. انا عم نقول انه كانوا ايجابيين، لكن يعني عم يدرسوا. بنتمنى انه نحصل على تمويل خارجي لهذه البطاقه.
يعني ما عندنا تمويل، ما عندنا دولارات الا اذا اجينا تمويل خارجي، كيف عم نسوق بطاقه؟ بريك ومنتابع الفقره الاخيره مع البطاقه. بس بدي رد عليك فيها، مش ما تبرئ السؤال، تبرئ الخبريه بدون ما رد عليك فيها. رد علي قبل ما اطلع. لا لا كفي، اطلعي بريك وبنكفي بهذا السؤال. مكملين معكم الفقرة الأخيرة من حلقتنا لليلة مع المستشار الأول لرئيس حكومة تصريف الأعمال الأستاذ حسان دياب، الأستاذ خضر طالب. كنا وقفنا عن أنه إذا ما في مصاري من برا يعني ما في بطاقة تمويلية، ما فينا نغطيها. وقلت لي بدي جاوب على هذا السؤال. أولا البطاقة التمويلية هي أساس وضرورة وحاجة، هي مش اختراع يعني بحالة الرفاهية بالبلد. وبالتالي مسؤولية يعني البحث عن تمويل لهذه البطاقة مش مسؤولية جهة محددة بالبلد، لا هي مسؤولية كل القوى السياسية اللي موجودة بمجلس النواب أن تساعد في التفتيش عن مخرج يلاقي تمويل لهذه البطاقة. بالنقاشات اللي حصلت خلال الأسابيع الماضية حول كيف يمكن الوصول إلى يعني إيجاد تمويل لها، في عدة مخارج طرحت وهي قيد الدرس. مثل في أكثر من في يعني حتى في حكي هل هو التدريجي مثلا من هلا لأربعة أشهر مثلا هذا الخيار الرفع التدريجي للدعم درس أساسا. نحن مع فكرة ترشيد الدعم مش رفع الدعم، هي مسألة فرق بينيتهم كبير كتير. طبعاً. يعني نحن لا يمكن أنه ترفع الدعم عن الدواء، لا يمكن أنك ترفع الدعم عن الخبز. قرار رئيس الحكومة بهذا الموضوع صارم وحازم وجازم، ما بيقبل فيهم لا الخبز لا الدواء. الخبز والدواء لا يمكن المساس فيهم، هودي أساسيين. هلأ بصير في ترشيد بالدعم بموضوع الدواء بأدوية يعني للسرطان، بمعنى أنه فيك تجيب جينيريك بدل الماركر الأصلي وهي بتوفر على البلد كتير، لكن الإبقاء على دعم الدواء هذا خيار حاسم عند رئيس. طيب أوكي، بالنسبة للبطاقة التمويلية البطاقة التمويلية نحن لما نحكي بالبطاقة التمويلية عم نقول عنا العدد الشعب اللبناني، تقديرات البنك الدولي بيقول انه حوالي بين المليون والمليون و100 الف عائله بلبنان. نحن عم نقول 750 الف عائله. البنك الدولي بيقول في 76% من عدد افراد الشعب اللبناني صار دخله الفرد تحت مستوى الفقر. أوكي. وبالتالي لما عم نقول احنا 75% احنا عم نعمل نفس معادلة البنك الدولي، عم نعتمد معايير البنك الدولي بتحديد عدد الحاجات، عدد العائلات التي تحتاج الى دعم. 750 الف عائلة بكره عم يسألوا كثير الناس انه كيف، وهيدا بيقول لك سجلي لي اسمي ولحقوني وما بدنا نروح عند النائب الفلاني ولا البلدي ولا المختار يسجلنا. لا، الناس بكل بساطة من تليفونها بتسجل على المنصة للحصول على البطاقة التمويلية. هذا أولا. هلقد نحن بالتكنيك رح نكون كتير هلقد عليه. هتشوفي قديش. بس خليني أقول شغلة يعني. أوكي. نحن بداتا المعلومات اللي على أنها مشكلتنا بالبلد أنه معنا داتا، معنا أرقام، معنا معلومات، معنا شيء. بلد يعني في عنده صار لنا شيء 10 سنين بنقول معنا داتا. عملنا داتا. نحن عملنا باز أساسي للداتا بتبلش من اللي عملهم الحكومة عم تدفع ل 300 ألف عائلة تقريبا 400 ألف ليرة عبر الجيش اللبناني. هاي داتا أولية ممكن ننطلق منها. في داتا إضافية موجودة بوزارة الشؤون كمان بحدود 50 ألف عائلة، وفي برنامج اللي وقعناه مع صندوق نقد الدولي بقرض 246 مليون دولار اللي بعد ما صرف ولا لا، بس هذا ماشيين فيه يعني ماشيين سريعين فيه كمان، مش بس ماشيين فيه، لا قريب كتير صار. وهون عم نقول نحن فيك تدخلي على هاي الداتا اللي موجودة عندك تضيفي عليها القطاعات، بمعنى القطاع مثلا الأمني بالبلد، الجيش، قوى الأمن، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، فهودي بيضيفوا رقم إلى 300 ألف، وهيك تدريجيا بيبقى حوالي 200 إلى 250 ألف عائلة هودي خارج مش موجودين بولا داتا لا عند الموظفين. فيكم تستعملوا الجمعيات ممكن تساعدكم. لا لا لا, 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 لا ليش, ليش 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 لأنه كمان الجمعيات عندها ناس، في ناس ما بتفوت الناس مباشرة ما نعمل وسيط. يعني خلينا نطلع من فكرة الوسيط، انتهينا فكرة الوسيط والسمسار بالبلد والمصلحة الانتخابية خربت البلد. أوكي بس انه أوكي. الناس مباشرة من دون وسيط بتسجل على تليفونها مثل ما هلا عم تسجل على اللقاحات. كيف بتصنفها؟
في سيستم في كريتير معين. طيب اوكي، كيف يعني؟ بس بدي ارجع لقصه التوافق بالسياسه على موضوع البطاقه انه تنصرف بالعمله الصعبه، ما بتخافوا من البطاقات الانتخابيه يعني بهذه الطريقه؟ ليش بدكم بطاقه انتخابيه؟ اذا عم نقول نحن ما في اي وسيط للناس لتحصل على البطاقه التمويليه بدون اي وسيط، مباشره على تليفونها مثل ما عم تعمل باللقاحات هلا تعمل البطاقه الدعم. وين بده يكون في استثمار انتخابي فيها؟ بالعكس نحن عم نقطع الطريق على الاستثمار. طيب استاذ خضر، نحن عملنا منصة لناخذ اذونات. نعم. اوكي. نعم. بس انه فهمك كفاية، الاذونات كيف كانت تتاخذ؟ مين كان يراقبها؟ طيب عملنا كنا نعبي كريتير لناخذ اذونات، اوكي؟ وكان مين ما كان ياخذ اذن ويضحك على على المنصة، حتى ما اقول على شيء ثاني، هاي المنصة هيك بدها تكون، يعني مين بيراقب؟ مين بيقول انه هدول الناس مش جايين كم من العالم عم نزتوا على زيت المحل؟ حيكون في رقابة معينة، لكن لما عم نقول انه عندي مين رقابة معينة؟ عندك استاذ. أول شيء بالقطاعات حوالي 500,000 عيلة من باز أساسي نبلش فيه كداتا. هلا استاذ خضر، حضرتك مقتنع انه نحن ما في وسايط عنا حتى بقصه المنصه؟ بالوسايط باللقاحات بكل شيء بكل شيء بكل شيء. خلينا نحكي خلي بس عشان نكون هلا شفافين. اذا نحن يعني اذا نحن بدنا نوصل لهذا المكان وبده حدا يكون عن جد مرتاح ماليا ويروح يقدم على المنصه، يكون هو دنين نفس هو عم ياخذ من قدام الفقير. يا استاذ عم تحكيني كثير بمثاليات، اليوم ما في حدا داني النفس عم ياخذ من قدام الفقير وهالشغلات. هلا اللي بدخل يعني كبيرة. اللي عنده معه مصاري ومرتاح بده يروح يقدم لياخذ 100 دولار ولا 200 دولار إيه يعني على المنصه. إيه إيه في هي عالم بتقول هي مسألة هي أخلاقية. ما في اخلاقيه الرساله الاخلاقيه هيدا بده يعمل احصاء لكن على 750,000 عيله بتعدي 3 سنين لتخلصي هذا الاحصاء. يا اخي بس انا بس عن جد فهمني، اليوم في لقاحات لقاحات سياسيه وفي لقاحات انتخابيه وفي لقاحات مدري شو بكل المحلات. لا عم تظلمي عم تظلمي، لا لقاحات ماشي بنسبه عاليه جدا جدا، ما بدي اقول 100%. في ناس جابت لجماعتها لحتى تعملهم من برات المنصه. اشتريت هي بغير الشراء، مش عبر الدوله، هي اشتريت لقاحات، هي حره هذا حقها، بس انه عبر الدولة عبر منصة الدولة لا لا. اللقاحات بالمنصة ماشي بنسبة عالية جدا، ما بدي اقول 100%، ما في يعني كمال. لا انا بوجه تحية لوزارة الصحة ماشي بنسبة عالية جدا جدا من الشفافية والالتزام. انا في ناس بدي اعمل لهم وصمة مش عم اقدر، انا في ناس بدي اعمل لهم وصمة مش عم اقدر. فلا انا باكد لك في أنا خليني ما ركز بس على اللقاحات، خليني ركز على قصة المنصة اللي هي إلها علاقة بالإذونات. كانت وقت اللي بدنا نفل كان في واحد بده يروح على يزور أهله بيقلك رايح على المستشفى، هيدا مش دني النفس، مش ذات دناوة النفس اللي بدك تستعمله. أوكي بس إنه مختلف شوي، بس إنه يعني الإنسان باتجاه البطاقات التمويلية ما في شيء بتخبى. يعني لما بيشوفوا الناس بكرة واحد مرتاح ماليا حامل بطاقة تمويلية ليشتري فيها، يعني بعتقد انه ناس بكره بدها تساعد بهذا الموضوع. واثنين اساسا التدقيق بده 3 سنين تخلصي 750,000 عائله. ثلاثه في 500,000 عائله مينيموم باكد لك انه هودي منقحين سلفا، اللي هن 300,000 عائله اللي هلا عم يدفع لهم 400,000 زائد عدد العديد العسكري والامني بالبلد زائد الموظفين اللي موجودين بالدوله اللبنانيه، ما كمان هودي صاروا بحاجه. طيب عندي كم سؤال سريع لقبل ما اختم، بعد معي دقيقتين. وقت اللي عديتوا مسودة البطاقة التمويلية، مين كان محمس لها ومين كان رفضها؟ شو كان موقف وزارة المال؟ لا سهل السؤال. ما حدا اعترض عليها، يعني ما لا اذكر انه في حدا اعترض عليها. الرئيس دياب لما طرح الفكرة الكل كان متحمس لها، ما شفت انه حدا. المصرف المركزي لم يحصل التواصل بهذا الموضوع مع المصرف المركزي لانه ما خلصنا على الورق، بس نخلص نقعد نحن والمصرف المركزي. اوكي، موقف رئيس الجمهوريه والمحسوبين عليه، موقف الحزب كله كان بالعكس. شو ايجابيات البطاقه برايك وشو سلبياتها؟ لكن شفنا تجارب بالعالم، يعني العديد من التجارب اللي اعتمدوا رفع الدعم. الحقيقه هاي الصيغه اللي هلا نحن عم نعتمدها يعني هي صارت ضرورية ولا بد منها. إمكانية الاستمرار بسياسة الدعم اللي هلأ قائمة يعني ثبت في مكان معين أنه غير ناجحة أو لا تعطي
كل أصحاب الحقوق حقوقهم يعني حقهم. يعني في خلل عم يصير وفي ظلم لبعض الفئات الاجتماعيه عم يصير. فبالتالي البطاقه صارت ضروره بعتقد، مش بس انه يعني انه احنا عم نخترع يعني شيء لحتى اللي نتسلى فيه، لا ضروره جدا لل. فايجابيتها انه بموضوع الدعم ما بيروح ساعتها هدر للتجار جزء منه يعني. وظلم لما بينقال انه كل الدعم عم يروح للتجار، لا مش صحيح. طيب في شغلتين شغلين الناس العالم، المحروقات والكهرباء، كيف ممكن ترشيد الدعم لهاتين السلعتين؟ اذا بقدر ما نرفع الدعم عن المحروقات بقدر ما يزيد قيمته بقلب البطاقه التمويليه. يعني البطاقه التمويليه معموله مدروسه علميا، بمعنى حاجه كل فرد للمحروقات، حاجه كل فرد للرز، حاجه كل فرد للحليب، يعني كل الحاجات الفرديه لأي عائلة ملحوظة بالبطاقة التمويلية. وكل ما يعني تم تخفيف الدعم عن سلعة من هودي السلع الغذائية أو الاستهلاكية يضاف مقابلها مال مباشرة للناس بالبطاقة التمويلية. طيب برأيك بالسياسة ممكن تحقيق انتفاضة أو فوضى إذا بدنا نقول عالمي دون رفع الدعم عن هاتين السلعتين؟ ما فهمت السؤال. يعني إذا حدا بده فوضى بالبلد اوكي، اذا من رفع الدعم ما راح يقدروا يوصلوا للفوضى اللي بدهم اياها. بدي اقول انه يعني لازم يتقوا الله بالبلد، لازم يتقوا الله بالبلد، يخافوا الله بالبلد. لما الرئيس دياب بالديمان وقف وقال لهم انا الحكومه اذا استقالت ما حتتشكل حكومه لانه الانقسام العمودي بالبلد حاد جدا، بوقتها اعتقدوا الناس انه عم ينظر. تبين فعليا انه هذا حقيقي. اليوم نحن بمرحله خطيره عم نمرق فيها بالمنطقه، الوضع البلد خطير جدا، ما بدي هول على الناس بس وضع البلد خطير، في انقسام سياسي، في ازمه اجتماعيه معيشيه خطيره، مفروض حد ادنى من التضامن الوطني، حد ادنى من الوعي ومن المسؤوليه لحتى نمرق هالمرحله باقل قدر ممكن من الخسائر. جواب سريع واخيرا قبل ما اختم لانه فتت على الاخبار، شو تاثير ما تشهد القدس اخيرا على كل مسار التطبيع وصفقه الارض ومحاوله تحويل القدس الى عاصمه؟ ان شاء الله يا رب التطبيع بيصير بالارض، لانه هيدي القدس، هيدي القضيه، هي الاساس، هونيك العنوان. واذا ما انتبهنا انه هذا العنوان الاساسي نكون بعد مضيعين البوصلة. شكرا جزيلا على هذه الحلقة، شكرا لوقتك، وعلى أمل لقاء قريب تكون الأمور شوي أوضح وتكون الصوت اللي اليوم صرخت فيه أن يتقوا الله كل المسؤولين في البلد يوصل لك الواحد. بتمنى لك كمان رمضان كريم لإلك ولكل اللبنانيين، تصبحون على خير.